الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن. وزيرة الصحة تعلن فحص 8 ملايين طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس. مصر تعرب عن تعازيها لبنغلاديش في ضحايا غرق عبارة في نهر شيتالاكشيا. موجز لأهم واخر الأخبار من تلفزيون النهار، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، واطمأن الرئيس السيسي خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن، مجددا سيادته تضامن مصر التام حكومة وشعب مع الأردن. وأعرب الرئيس السيسي عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن فحص 8,060,967 طالبا وطالبة بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم. وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفجرافات تسلط الضوء على أن مصر قد أصبحت نموذجا دوليا ناجحا في محاربة الهجرة غير الشرعية وفي دعم اللاجئين. وأوضح التقرير جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأشار التقرير إلى تكليف السيد الرئيس بإطلاق مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر العام 2019. هذا وقد ورد في التقرير عدد من الإشادات الدولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن 8 أبريل الجاري آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، موضحا أنه لم تصلنا أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع هذه اللائحة منذ نشرها في 18 مارس الماضي، بما يعكس أنه يلبي متطلبات مجتمع الأعمال. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة ولأسر الضحايا في أعقاب حادث غرق عبارة في نهر شيتالاكشيا ببنغلاديش، مما أسفر عن وفاة 26 شخصا. هذا وقد أكدت مصر حكومة وشعب على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب بنغلاديش في هذا المصاب الأليم. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. إلى اللقاء.